ليه افهم ليه اللي بيحصل ده، يعني ليه الشخصيه اللي بتجيب الاكل للجروب مش متقدره، وليه دايما بتقعدوا تقولوا عليها انها ما بتشتغلش وبتجيب اكل بس؟ ها افهم ليه. على فكره انا الشخص ده في جروبي وبشتغل وبجيب لهم الاكل. انتوا عارفين قد ايه دي شخصيه مهمه، ده اهم واحد في الجروب، مفيش اي جروب اصلا بيخلى من الشخصيه دي. الشخصيه دي مسؤوله على الطن الحلالي في القعده في الجروب دي كلها اساسا، ما ينفعش حد يستبدله كده في اي وقت، ممكن يعملوا مصيبه، يجيبوا اكل مش نظيف، يوجعوا بطنهم، محدش يعرف يشتغل. انتوا عارفين قد ايه احنا مهمين، احنا لازم نبقى ناس كده زواقه، بتعرف تختار الاكل منين، تجيبه من مطاعم ايه، تقعد تبص كده على الريفيوهات بتاعه الاكل، ده بيحط ايه على الاكل، وده بيحب فراخ ولا لحمه، وده بيحب ياكل من عند مطعم ايه ومطعم ايه اللي بيوجع البطن ما بناكل منه، كوك دور، ده بيوجع البطن على طول، دايما بيوجع البطن واكله بايت. وما تقولش الاكل مضروب بالشبشب يا اخي، حته الفرخه محطوطه كده اهو، ويقول لك ايه ايلاند صوص، وبعدين تيجي تفتح الساندوتش تلاقي عارف الصوص بقى اما العلبه بتخلص بيتعمل زي هو الراجل اللي حاطط الصوص عليها بالظبط عامل كده اهو من غير منظر العيش. طبعا انا كنت فاكر هو الفرع اللي عند الكليه اللي عامل كده، طلع كله، ولازم بطنك هتوجعك في الاخر. المهم نرجع للموضوع، انت فاهم المسؤوليه ولا مش فاهمها؟ انت ايه ليه كده؟ انت مش ناس غريبه، انا بس اشوف واحد فيهم بطنه بتزغور، ولا هو بس يقول جعان وقلب الام عندي بيشتغل على طول؟ بفتح الابلكيشن اقعد ادور على هناكل ايه والاسعار ايه، ولا مش معاهم فلوس النهارده ممكن نجيب حاجه رخيصه، خايف عليهم، وفي الاخر مفيش شكرا ولا مره قالوا لي ما تدفعش التكسس ولا ولا مره. ده احنا يا اخي ممكن ننزل في ايام نبقى مقررين ان احنا هنخلص فيها الشغل كله بس ما نشتغلش وبناكل بس. يعني انا عملت شغلي بس انتوا ما عملتوش شغلكم، عشان تعرفوا بس مين اللي مقصر، وقلته بيتمر فيكم اشكال واضحه. يعني لو انا بس اخرت على الجروب في مره كان عندي شغل مع جروب تاني، اروح داخل كده عليهم باصص يا لهوي ايه الاكياس دي، طلبتوا اكل من ورايا وما طلبتوليش ولا سالتوني اصلا، كل واحد بقى حاطط وشه في اللي كان بيعمله وعارف المصيبه اللي عملها. وانا مش عدي اليوم ده، انتوا عارفين قد ايه الاكل بالنسبه لي مهم. انا شويه رفيع ومش مخلص اكلي بسرعه، بس الاكل عندي مهم، وبالذات الاكل بتاع بره، وبعدين في الاخر يستغنوا عني ويدوا مهمتي لناس تانية، بس ربنا ما بيسيبش، والاكل بيجي معاهم بايظ وبيحصل لخبطه في الحساب وفي حاجات بتيجي ناقصه، كل مره يعملوا كده او الاكل يجي بايظ ويوجع بطنهم تاني يوم، بس ربنا ما بيسيبش. لكن انا لما بطلب الاكل ولا حاجه بتيجي ناقصه، ده الحاجه بتيجي زايده. ده ماكدونالدز مره بعت لنا ساندوتش زياده وما دفعناش ثمن، ما كانش محطوط في الفاتوره اساسا. شوفوا بقى انا بعمل ايه وناس تانيه بتعمل ايه، وفي الاخر ما برضه ما فيش شكر. ناس غريبه، بس هو المشكله ان في بقى حاجات بتقابلني صعاب كده. يعني اجي اتصل المحل وحاول كده ابقى كرييتيف شويه في المحل اللي هنطلب منه المره دي، وبس اقول له احنا في العباسيه، لا لا احنا اسفين العباسيه اوت اوف زون، ما تروح بالموتوسيكل عادي محدش يجيبك، يعني مهما شفتش عفريت يعني حبيبي، ما انتوا كده كده تاخدوا مصاريف الشحن، لا اوت اوف زون يا بيه، طعم غريب، انا غلطان اللي عايز اطلب من عندكم، تفاكيركم مطعم محترم، انتوا ناس غريبه. وبس كده، لو انت بقى الفود مانجر بتاع الجروب بتاعك ما تنساش تقول لنا في الكومنتات، ولو مش انت اعمل منشن لصاحبك الفود مانجر بتاع التيم بتاعك، وكمان ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو ده في كل حته. كان معاكم محمد احمد، سلام.